السلام ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. غصتنا لليوم دونات محشي بالشوكولا بنه. الحقيقه يحبوا الكبار والصغار، سورتو الصغار هكا على الشوكولا، هكا تطيب لهم حاجه للغوتي ولا الفطور الصباح للعشويه. دونك جربوها والغصت هذه وما تندموش ان شاء الله. حبيت نوريكم كعيبه هكا من داخل كما تشوفوا، بنودكم ومنشهيكم. يلا تابعوني باش نشوفوا مع بعضنا طريقه التحضير. اول حاجه لهنا بسم الله باش ناخذوا كعب عظم، زوز مغارف سكر كبار تاع ماكله، مغرفه تاع ماكله زاده كبيره خميره خبز. مش ناخذوا شطر كاس حليب، الكاس هذا يهز 200 مليلتر، زوز كيسان ونص فرينه. نبداو ساعه نحطوا الكاس لول تاع الفرينه، ماذا بينا نستعملوا ديما نفس الكاس هكا باش ما نغلطوش في الكيل نتاع الغسيت، ديما نستعملوا نفس الكاس. انا نخلطوا بالقدا بالقدا كاس الفرينه مع كعبه العظم والسكر لين يذوبك السكر، ونخليوها تخمر شويه تتفاعل لمده 5 دقائق. توا بعد ما تفاعلت باش نزيدوا شطره مغرفه صغيره ملح، مغرفة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة، ساشي سكر فاني. بون هذا السكر فاني نورمالمون نحطو من الأول، مي أنا نسيتو دونك حطيتو توا. وباش نزيدو باقي الفرينة اللي هما كيس ونص. بالطبيعة لهنا الفرينة راهو نص الكيس زدتو من بعد ما صورتوش، مي لهنا راهو عينكم ميزانكم تتشوفو كيفاه التكستور اللي لازم تكون في العجينة نتاعنا. انتي والفرينة نوعية الفرينة شنو تشرب حليب فوالا. دونك توا هي تتلصق شوية في اليد، مي نحاولو نعجنوها مليح مليح. وإذا كان عندك عجينة بالطبيعة طون ميو تعجنها بالكدا. إذا كان هكا لقيناها كاسحة نجمو في وسط العجنين نزيدو مغرفة ولا زوز حليب فوالا. هنا عجنتها لمدة 10 دقايق، عجنة باهية. توا باش نحطوها ترتاح على القليلة لمدة نص ساعة ونرجعو لها فوالا. توا بعد نصيف ساعة كيما تشوفوا ما شاء الله نفشت بالباهي. توا باش نقسموها على عدد الكعبات الدوناتس اللي باش نحضروهم، انتي وكبر الكعبه اللي تحبها. لهنا عملتهم انا مش كبار ومش صغار، متوسطين، خاطر هما لو بعد زيدوا باش نخليوهم يخمروا مره اخرى باش يزيدوا هكا يتضاعف الحجم نتاعهم. دونك هنا جاوني 6 كعبات ما شاء الله، انا زوز كيسين ونص فرينه وكعب عظم يعملوا لك 6 كعبات. يبداو سافا ماهمش كبار وماهمش صغار فوالا. نكعبروهم بالكدا بالكدا، اذا بينا نستويهم بالباهي. قصينا البابي كويسون حطيناه تحت باش تسهل علينا من بعد القليان نتاعها باش ما تتهلكش الكعبه، ما تتهلكش الافاغ نتاعها. دونك تحطها بالبابي كويسون هكاك اسهل برشا. هكا كملنا كعيباتنا الكل. باش نغطيهم توا بمنديله ولا بمنشفه نظيفه ونخليهم يزيدوا يخمروا لمده نص ساعه اخرى. كما تشوفوا ما شاء الله تضاعف الحجم نتاعهم. لان سخنا الزيت هكا يكون مش نار قويه ومش نار ضعيفه، متوسطه. نحطوا الكعيبات بالبابي كويسون وديب ما نحطوهم نجبدوا البابي من تحتهم. كما تشوفوا طريقه سهله وبسيطه، ردوا بالنا لهنا من الزيت فوالا. ديب هكا ما يحمروا ياخذوا اللون نقلبوهم كما تشوفوا ما شاء الله يعملوا 66 كيف كيبات مزيانين يهبلوا فوالا. كيف كيف خليوهم هكا ديب ما ياخذوا كولور يحمروا كي، ونخرجوا كيباتنا خليوهم يستقطروا شويه لين نكملوا نحضروا الكابتين اللي مازالوا. كما تشوفوا ما شاء الله هكا الكعبة كبيرة باهية. نكملوا توا باقي الكونتيتي اللي حضرناها. كالعادة نجبدوا البابي كويسون فيت في من تحت الكعبة ونخليوها تتقلي بالقدا فوالا. توا باش نغطسوهم في السكر، السكر العادي. يبداو هكا مازالو شويه بالزيت باش يشد فيهم السكر. راهو حتى كي تاكلهم هكا بنين بنين على الاخر. فوالا هذوما كيباتنا حضروا ما شاء الله، منفشين بالباهي فارغين من داخل، يعملوا 66 كيف. توا خديت الشوكولا بلون شوكولا نوار ذوبتهم ما زدتهم حتى شيء. تنجم تحشيهم بالمعجون
فريز ولا مشماش اللي متوفر عندك. لهنا خديت ساشي كونجيلاسيون عادي، نحطو فيه الكونتيتي نتاع الشوكولا او كمان حيروش، هذا تحب تاكلهم زاد هكيكة بنة الحقيقة. توا باش ناخذو الباي، مش نعملو نقبة صغيرونة في وسط الدوناتس على جنب، يعني كما تشوفوا كيبة داخل من داخل هكا فارغة ما شاء الله. دايغ راني زدت كونتيتي شوكولا اخرى ما كفاتنيش، خاطر بيسكو ما فارغين من داخل، دونك خذاو برشا، استحقوا برشا شوكولا، حبيتهم مشخشخين الحقيقه. وتوا نعبيوهم بالشوكولا من داخل يشهي وحاسيلو. هذه الشوكولا بنو بنفس الطريقة، وهكا كيبيتنا حضروا ما شاء الله كما تشوفوا، نودكم ومنشهيكم حسيلو. ننصحكم باش تجربوها الغسيت هذه سيغتو للصغيرات، راهي بنة بنة. تكون عجبتكم غسيتي لليوم، ما تنساوش كالعادة لايك على الفيديو، ابوني على شين يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل.